عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتم. باش نحكيو في فيديو اليوم على آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي. مسؤول من الترجي يتحدى الرابطة. الترجي والاتحاد يشاركان في البطولة العربية. أشبال الترجي على خطى الكبار. موعد المباراة القادمة للترجي. أكثر تفاصيل على الأخبار هذه كل باش تلقاوها معنا في الفيديو. تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. لايك وابوني وفعل جرس التنبيهات وتابعوا صفحة بيكام سبور على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر. نفى أحد مسؤولي الترجي الرياضي التونسي لموقع نسمة سبور ما صرح به مصدر من الرابطة المحترفة حول تقدم الترجي بطلب تأجيل مباراة الجولة الأولى من مرحلة التتويج أمام اتحاد بنقردان والمبرمجة ليوم الخميس 2 مارس. وما صرحت به أيضا مصادر من الرابطة لوسائل الإعلام. وتحدى المسؤول أن تقوم الرابطة بنشر ما يثبت طلب الترجي مؤكدا أن الفريق لم يفكر في تأجيل المباراة بل يريد اللعب للمحافظة على نسق المباريات قبل المواجهة المرتقبة للزمالك المصري في الجولة الرابعة لدوري المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية. جانب آخر صرح مدرب الترجي نبيل معلول إثر مباراة الزمالك يوم السبت الفارط وقال أنه سيتم تأجيل مباراة فريقه ضمن ربع نهائي كأس تونس واللي باش تجمعوا بالنادي البنزرتي والتي كان من المقرر إجراؤها يوم 5 مارس 2023. في خبر آخر يشد الترجي الرحال إلى جربة للدخول في تربص خاطف يسبق مباراة الخميس أمام اتحاد بنقردان لحساب الجولة الأولى من مرحلة التتويج بعد ما أكدت اليوم الرابطة المحترفة عن تثبيت موعد انطلاق مرحلة التتويج بعد طلب الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي والنجم الساحلي لتأجيل هذه الجولة. ولكن الرابطة لم تستجيب لمطلب التأجيل لضغط الرزنامة واستحالة لعب الجولة الأولى في وقت لاحق. اللاعب محمد بن علي على ذمة الإطار الفني بعد تعافيه من الإصابة. اللاعب مش يكون جاهز في مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك وبش يتنقل مع الفريق إلى مصر. شرارة يعود تدريجيا إلى نسق التمارين. رجع يعني اللاعب بعد العملية اللي أجراها والتعافي من المخلفات العملية رجع يتمرن إن شاء الله فترة قصيرة ويرجع شرارة مع المجموعة ويكون حاضر لقادم الاستحقاقات إن شاء الله. أشبال الترجي يفوزون بالدورة الدولية الودية اللي نظمتها النجم الساحلي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1. ذلك شبان الترجي كانوا قصاوا باريس سان جيرمان في الدور النصف النهائي. شبان الترجي قدموا أداء ومردود ممتاز في هذه الدورة خلات يعني الأعين والمسؤولين الأوروبيين عن الفرق الكبرى اللي شاركت في هذه الدورة تعبر عن انبهارها بالمستوى الفني للترجي الرياضي التونسي وكذلك للنجم الساحلي على مستوى التكوين للشبان في الفرق التونسية الكبرى. بعد هذا التتويج أبناء حمزة الزكارة استقبل صنف الأكابر والإطار الفني ومسؤولية الترجي شبان الفريق لي يعني الاحتفال معهم وأخذ صور بعد تتويجهم بهذه البطولة كما قلت لكم الدولية المهمة. أشبال الترجي يعني يتقابلوا مع اللاعبين الأكابر ويتصافحوا معهم ويحكيوا حاجة ما تنجم تكون كان باهية ليهم وتحثهم أكثر للعمل باش إن شاء الله يزيدوا ويطوروا أكثر من المستوى متاعهم وهما مستقبل الفريق إن شاء الله في قادم السنوات. ثقافة التتويجات وثقافة الفوز بالبطولات في الترجي الرياضي التونسي تبدأ من الأصناف الشابة وهذه العقلية اللي تتربى عليها كل لاعبي وكل أصناف الترجي الرياضي التونسي التتويج ولا غير التتويج. فبرافو لأشبال الترجي وإن شاء الله في قادم البطولات وقادم الاستحقاقات. وآخر يهم الترجي الرياضي التونسي زادة الجامعة التونسية تقرر وتؤكد مشاركة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المونستيري في البطولة العربية. اختيار الترجي لأنه بطبيعة الحال صاحب لقب البطولة وكذلك الاتحاد المونستيري وصيف البطولة في الموسم الماضي وحدد الاتحاد العربي شروط مشاركة الفرق في هذه البطولة. الفريق الفائز والمتوج بالبطولة والثاني من أصحاب المراكز الأربعة الأولى ثم تأتي الشعبية والألقاب اللي متحصل عليها الفريق في المرحلة الثالثة.
ويذكر أن البطولة العربية ستقام في شكل دورة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريق يتم تقسيمهم على 4 مجموعات. ننتظر رد الاتحاد المنستيري وكذلك الترجي الرياضي التونسي، الترجي اللي عنده يعني يلعب على عديد الألقاب، البطولة الوطنية، كأس تونس، رابطة الأبطال الإفريقية، وكذلك إن شاء الله في الصيف مش يلعب السوبر ليج الإفريقي اللي كنا أعلننا عليه في فيديو سابق. ما نعرفوش هل أنه إدارة الترجي ستشارك في هذه البطولة اللي فيها جوائز مالية كبيرة وكبيرة برشا، ما نعرفوش شنية الفكرة متاع الإدارة والفكرة متاع الإطار الفني. إن شاء الله شخصيا نتمنى أنه الترجي يشارك في كل البطولات الممكنة، لأنه الحمد لله يمتلك رصيد بشري يخليه يشارك في كل البطولات إن قبلت إدارة الفريق والإطار الفني المشاركة في هذه البطولة. ان شاء الله ان شاء الله نقولوا انه الترجي تكون متواجده في البطوله هذه للاهميه نتاعها الرياضيه وكذلك الماديه. اذا متابعينا الكرام، هذه اهم الاخبار الخاصه بالدوله الترجيه. نوصيكم ديما على دعم القناه، لايك وابوني، اشتركوا معنا في القناه باش توصلكم كل الاخبار الخاصه بالترجي والفرق التونسيه وكذلك المنتخبات الوطنيه. شكرا لكم على حسن الانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.